इस इश्क में मर जावा। اللي مين انتو عند مين تشتغلوا؟ يا مدام ممكن تصير شغلات ابشع من هيك بكتير، ولهيك اسمع منيح كل شي بدي خبرك اياه، ونفزي مثل البنت الشطورة تماما. يلا خلي حفلتنا ليلة تصير احلى، قومي رقصي لنا شوي من رقصك الحلو وخلينا نتسلانا شوي هاليوم. بس احيانا نضطر بحياتنا نواجه المشاكل، وكمان لازم نعرف نتصرف بطريقة صح لما نكون لحالنا، وبهيك وقت الواحد منا لازم يكون جاهز. بس بوعدك ما رح يجي هاليوم، اللي ديب ما رح يكون موجود لينقذك. أنا هلأ واثقة ومتأكدة إنك ديب رح تجي تنقذني. بشو عم تفكري يا حلوة؟ لا أنت معك حق، لازم أعمل مثل ما عم تقول، أنا ما عندي اعتراض. بس بصراحة كنت عم فكر بما أني لابسة تياب حلوين ما علي نتصور سوا؟ طبعاً يا حلو، أنت شو عم تقولي؟ هات تليفونك فيك تاخدي صورة، تفضلي صورينا. الإضاءة بس ثواني. ألو تعال ساعدني. شو عم تعملي؟ الإضاءة مو مناسبة لهالصورة. بس يا مدام أنا قلت لك إنه فيك تاخدي صورة، مو تعملي فيلم أبدا. يلا بدي خلي الزلمة تتسع وفرجينا رأسك وخلينا ننبسط لنا شوي. صح كلامي يا شباب؟ بدي ترقص ولا لا؟ يلا. أنا هلأ واثقة ومتأكدة إنك ديب رح تجي تنقذني. أروحي بسرعة. يلا امسكوه، ما لازم يطلع من هون عايش ابدا. مكانكم ما حدا يقرب. اذا حدا منكم بيقرب خطوة وتكونوا متأكدين انه ما حدا منكم رح يقدر يطلع من هون عايش. انا بدي احكي مع مرتي ويا ويلكم حدا يتحرك، فهمتوا؟ شو قلت لك أنا؟ ما وعدتك إنه ما رح يجي اليوم اللي بتكوني واقع فيه بمصيبة وما بيجي ساعدك؟ لهلأ ما عم بقدر أفهم شو بده السيد إكس بالضبط، بيتعامل مع الكل كأنه شيطان، أما وقت اللي بيجي دور آروهي بيصير مثل الملك. كنت مفكرة إنه عم ينتقم منهم وراح يساعدني مشان اقتلها، بس هو ربطني هون وتركني بهاي الحالة وراح مشان يساعدها. بدي أعرف هو شو بده منه، ليش بضل مهتم وخايف على أروهي كل هالقد، حتى إنه عم يتعامل معها دائما بنفس طريقة ديب. يا ترى شو ممكن يعني هالشي؟ معقول إنه يكون السيد إكس هاد هو نفسه ديب كمان؟
يمكن أنا كنت غلطانة، حتى بعد كل هالكراهية جواتي، هذا الحب اللي كان جوات قلبي تجاه ديب كان حب حقيقي. يمكن أنا كون غلطت وفي شغلات ما فهمتها صح عن ديب، بس الحقيقة ديب لساته جوات قلبي لحد هاليوم، هو نفس الشخص اللي وقعت بحبه بجنون واللي لساته بيحبني أنا كمان مثل قبل، وإجا كرمال ينقذني هلأ. أخي فرات، أنا كيف رح أقدر أطلع من هون؟ شو بده مني سيد إكس لحتى حبسني بهذا المكان؟ ربطني هون مشان ينقذ أروهي لأنه بيهتم فيها. كيف رح أطلع من هون هلأ؟ في حدا هون؟ بس اطلع من هون رح اعرف كيف رح اتعامل معهم، واهم شغله لازم اعملها بالاول هي اني لاقي نقطه ضعف السيد اكس لحتى استغلها، واذا طلعت نقطه ضعف السيد اكس هي اروهي عن جد، وقتها اللعبه رح تصير ممتعه، واذا تاكدت فعلا من هذا الشيء فوقتها انا بالتاكيد رح اقدر اعرف بسهوله كتير السيد اكس مين بيكون. أروهي، أنت منيحة؟ جورما خبرتني إنه في حدا أخذك. أروهي أنا رايح على غرفتي، لسه في كتير شغل وتحضيرات كرمال بكرة. خلي شغلي ببالك، بعمرك لا تثقي بأي حدا بهذا البيت غير بحالك. صحيح مثل ما قلت، ما لازم الواحد منا يوثق بأي حدا بهالبيت ولا حتى فيك أنت يا ديب، لأنك كل مرة بتوقف مع حدا مختلف بتضل تغير لونك. أحياناً بحس أنك بتكرهها لأروهي لدرجة أنك بتكون رح تقتلها وتتخلص منها، بس دائماً وقت بتشوف هالبنت قدامك ما بعرف شو بيصير لك، بتصير مثل العاشق الولهان. شكراً إليك لأنك خبرتيني عن مكان جورما، وإلا ما كنت رح أعرف أوصل لعنده أبداً. وأنا رح أقلك بصفتي صديق إليك بأنه المسؤول عن كل هذا الشي اللي عم يصير غالباً هو ديب، والسيد إكس ممكن كمان يكون ديب. خبرني أنت ليش تكره ديب لهالدرجة أبي مانو؟ معقول يكون هالموضوع له علاقة بهديك الصورة اللي فرجتني إياها جورما؟ لازم تسألي هذا السؤال لديب مو إلي، أكيد هو رح يعطيك الأجوبة على كل أسئلتك. بس أنا عم بسألك هالسؤال إلك أبي مانو، ليش ما بتريحني وتقلي شو الشي اللي عمل لك يا ديب وما عم تنساه لحتى صار هدفك بالحياة إنه تقتله وبس؟ أنت وبعد ما حاولتي تقتلي قبلي عن جد عم تسألي هذا السؤال؟ إيه أبي مانو، لو كان ديب عن جد بده يقتلني ما كان أنقذ حياتي وعرض حياته للخطر أكثر من مرة، بس عن جد هو أنقذني مع إنه أنا بالوقت الحالي ما بقى أفيده بأي شيء، ومع هيك هو إجا وأنقذني مع أني كنت واقعة بمشكلة كتير كبيرة. هلأ شو لازم أعمل أبي مانو؟ هالسئلة الكبيرة اللي عندك رح تنكسر مرة تانية يا أروهي، وعن قريب ورح يرجع ديب يخونك مرة تانية، لأنه ديب عم يمثل وعكس ما بيبين. أبصر كم وجه عنده وتحت كم قناع عم خبي وشه الحقيقي. حبك إله عم يعميك عن الحقيقة مرة تانية، لازم تفتحي عيونك منيح وتنسي حبك إله يا أروهي، وإلا بفوت الوقت وبتخسري، وبالوقت اللي بتنكشف فيه حقيقة ديب قدامك ساعتها ما رح تقدري تتحملي ورح تضعفي كتير. تذكري هذا الشيء منيح. مرحبا روحي.
لوين رحت كل هذا الوقت؟ أنا كنت خايف عليكي من أنه يصير لك أي شيء زيكي. شكراً للقدير، أنت منيحة ورجعتي. بس على فكرة أنت ما في داعي تخاف علي، ديب هون مشان يعتني فيني. طالما أنه ديب جنبي وعم يعتني فيني ما رح يصير معي أي شيء، لهيك شكراً. شو كل هاد؟ أنت عندك حب وثقة كتير كبيرة بهذا الشخص اللي بيكون اسمه ديب. بكل الأحوال خلاص مثل ما بدك، بس بدي إياك إنه تتذكري شغلة واحدة يا أروهي. وقت رح تكتشفي أسرار ماضي ما كنت بتعرفيها أنت رح تتفاجئي كتير، ووقت رح تحسي إنه العالم كله وقف. شو قصدك بهالشي؟ شو عم تحاول تقلي؟ وشو هو السر اللي مخبي ديب؟ خبرني أنت شو اللي بتعرفه عن ماضي ديب؟ احكي كل شي، خبرني هلأ كل شي أنت بتعرفه عن ديب وعن ماضي وكل شي بخص حياته. يلا احكي. لا تخاف مني، أنا ما رح أقتله، بس خطر لي فكرة غريبة أني أقطع لك رقبتك بهالسكين وارتاح منها. بس شو رح تكون الفايدة؟ الشخص اللي مثلك رح يعيش حياته وهو مخبي وشه، شو حأستفيد من قتله؟ لهيك روح. مين ما كنت تكون يا سيد إكس، حقيقتك أكيد رح تنكشف بكرة. خبريني شو هي خطتك؟ أنا اليوم حطيت علامة بالسكين على رقبة السيد إكس. ومن خلال هاي العلامة أنا بقدر حدد السيد إكس بسهولة وقت اللي بنكون بالبنك، وبعطي إشارة فوراً وقتها أنت بتمسكي بسرعة. وكمان لسه في شغلة، أنت اوعى تفكري أنك تحطي الحق على ديب كل شي عم بيصير، لأنه ديب عن جد بريء. هو بالأساس عم يعاني ولساته متهم بقضية قتل مامبريت اللي ما له علاقة فيها، لأنه أنا كنت عم مثل إني مامبريت ورح أثبت هذا الشي بالمحكمة. بس بترجاكي لا تخلي حدا يأثر عليكي من هلأ، وكمان لا تحاولي أنك تحطي الحق على ديب. أنا رح روح. ماشي؟ لا تخافي يا أروهي، كل شي رح يكون منيح بكرة، لأنه بس تعطيني الإشارة رح أرفع مسدسي وقوس، وبكرة رح يكون آخر يوم بحياة السيد إكس. وإذا كان ديب أو أبيمانيو أو حتى فيراد، هذا الشي ما بيهم نهائيا. اسمعوني هلأ كتير منيح، كل شي لازم يمشي حسب الخطة. نحن لازم نعمل كل خطوة بطريقة حذرة ومدروسة، لأنه أي خطأ صغير رح يكون نتيجته فشل كل المهمة. تارا رح تدخل على البنك بعد نص ساعة مشان تفتح حساب، ورح يكون في كاميرا صغيرة مثبتة بجزدانها. بمساعدة هالكاميرا رح تبعت لنا صور عن كل زاوية من زوايا البنك ونعرفها بالتفصيل. هاي هي غرفة الخزنة. كل المصاري الموجودة بالبنك بتكون فيها، وهي الغرفة اللي جنبها بتكون غرفة المدير. شايفين هاد؟ هذا هو طريق الدخل على غرفة الخزنة، وشوفوا الحارس هون. وهلأ منوصل لأهم جزء، احفظوا خريطة البنك وكل التفاصيل بشكل كتير منيح. هيك منقدر نضمن انه ما يصير اي خطأ. بالاول الصبايا بيسبقونا وبيدخلوا على البنك وبيشتغلوا شغلهم، وبعد هالشي بيجي دورنا نحنا. مفهوم؟ اهلين مدام. مرحبا حضرة المدير. انا بصراحة بدي احط اساور الذهب تبع عائلتي بخزنة البنك اللي عندكم. اهلا وسهلا. بس قبل ما اعمل هيك شيء، انا كان بدي اتاكد من نظام الحمايه اللي عندكم بالبنك. ما بدي تنزعج من كلامي، بس
هدول المجوهرات قيمتهم كتير غالية وما بدي يكون في أي مخاطرة بهالشي، لهيك من فضلك ممكن إنك تورجيني كيف بيشتغل نظام الحماية؟ أكيد مدام، تفضلي معي. هذا هو نظام الحماية عنا. مثل ما انك شايف مركبين كاميرات مراقبة بكل زاوية من زوايا البنك لزيادة الحماية. أستاذ جوبتا، ما بعرف كيف رح أتشكرك. القدير يبارك فيك ويحميك، أنت شخص كتير محترم. لأنك قبلت تدخلني وتفرجيني نظام الحماية بالبنك لأنه طلبت منك هالشي، هي بتكون كل مجوهرات عيلتي. هذا إرث لعائلتنا كبير ولهيك أنا كنت خايفة. شكراً كتير لألك. ما في داعي للخوف أبداً أو القلق يا مدام. نحن في عنا أحدث نظام حماية موجود بكل بنوك المدينة، وقد ما كانوا المجرمين أذكياء مستحيل حدا يقدر يهرب من الكاميرات المراقبة الموجودة عنا. طيب عن إذنك شوي. يا قدير، أنت منيحة مدام؟ أنا حاسة حالي كأني عم اختنق يا قدير، ودايخة كتير كمان. بس بدي أخذ نفس. يا قدير، على الأقل بقدر أتنفس شوي. أنا كتير ضايخة وتعبانة وبظن إني رح أغمى. امسكي بإيدي واستندي علي، الغرفة مو مهواية منيح، يمكن لهيك حاسة حالك مختنقة. امشي معي على غرفتي. صح معك حق، يمكن لازم روح معك على غرفتك وارتاح هنيك شوي. تفضلي معي. مين اللي موجود بغرفة المراقبة؟ ساعدوني! ساعدوني، في بنت هنيك! يلا امسكوها! ما حدا يتحرك من مكانه نهائياً، خليكن واقفين بمكانكن ولا تتحركوا، حطوا تليفوناتكن فوراً. يلا ما رح اسمح للسيد إكس يهرب اليوم لو مين مكان يكون، ولوقتها ما بدي أي حدا يعمل شيء ممكن يخلي حياته بخطر. عم تفهمي علي؟ انت متأكدة ما شفتي العلامة على رقبته؟ بلكي كان ديب هو السيد. ولا يهمك، انا كم مرة قلت لك انه ديب مو هو السيد اكس. فهمي علي، ديب مستحيل بحياته يعمل هيك شيء بشع لهالدرجة. في نفس العلامة على رقبته، وهالشي بيعني انه هذا هو السيد اكس. ليكي هنيك، صدق انتي شو عملتي؟ ليش قوصتي؟ انتي مجنونة شي؟ وأخيراً هلأ يا أروهي رح نقدر نعرف مين بيكون السيد إكس. فيرات؟ ولا أبي مانو؟ ولا ديب؟
عم تسمعني قلي شو اللي صار. ديب متساوي، بس ديب انصاب بنفس المكان اللي قوصت عليه من شوي هداك الشخص وهرب. معقول؟ بلكي كان ديب هو نفسه السيد اكس. انت عم بتفكري بنفس الشيء اللي عم فكر فيه؟ انه ممكن ديب يكون هو السيد اكس؟ لا لا، مو معقول. كيف ممكن يكون ديب هو نفسه السيد اكس؟ ديب مو ممكن ابدا يقدر يعمل هيك شيء بشع. فتح عيونك ديب، ديب في ديب، ديب بترجاك. وكمان العلامة اللي حطيتها على رقبة السيد اكس ما عم بقدر شوفها هلا بسبب الدم، بس بالاول لازم نخلي ديب يصحى. ما رح يصير لك شيء ديب. ديب ساعديني، انا رح روح جيب مي وارجع، استنيني. ابي مانو، ابي مانو. انت العلامة اللي حطيتها على رقبة السيد اكس حتى اقدر اكشفه كمان مو مبينة على رقبته لأبي مانو. معقول أبي مانو هو السيد اكس؟ لحظة، شوفي، أبي مانو مجروح برقبته كمان بنفس المكان اللي قوصتي عليه هداك الشخص اللي هرب. كيف رح نقدر نحدد مين السيد اكس من هالشخصين؟ لا، أنا متأكدة كتير إنه ديب مو هو السيد اكس. مو ممكن يعمل هيك شيء بشع، وهالشي بيعني إنه أبي مانو هو السيد إكس، هو ورا كل شيء وهو اللي عمل هاللعبة البشعة. أخي فرات، أخي قلي مين اللي عمل فيك هيك؟ رد، وين راحوا المصاري؟ فك إيدي يا تارا، أنا رح خبرك. طلعي بالسيارة. اللي بسرعة، شو اللي صار معك أخي فرات؟ كنت طالع من البنك ومعي المصاري. أنت شو بدك مني؟ وربط لي إيدي وحطني هون. نحن خسرنا كل شي، معنا مصاري، بس أنا ما عم أقدر أعرف مين ممكن يكون الشخص يلي سرق مني كل المصاري وبعد هرب. بس يلي متأكد منه انه هو السيد اكس او واحد من الرجال. انا بتوقع انه المسؤول عن هالشي هنن ابي مانو او ديب وما حدا تاني، لانه ما في حدا بيسترجي يعمل هيك شي غير واحد منهم. او يمكن كمان يكون اخي فرات عم يكذب علي واخترع هذا الحكي كله، وعم يقول هالقصة المزيفة كرمال يخدعني وياخذ المصاري. ليش هيك؟ بس لا تخافي يا تارا، ما رح اسمح ابدا انه هيك مبلغ كبير يروح من ايدينا ببساطه. انا رح اروح دور عليه ورح لاقيه، وبوعدك رح اكشف مين بيكون هذا الشخص. ما بهم اذا كان اكس ولا حدا قريب منه، انا رح لاقيه بسرعه وخلص عليه. كمان الشخص يلي بيخون فيرات ما لازم يعيش. لازم تعرفي انه ديب عم يحاول يعمي عيونك وقلبك بحبه ومشاعره مره تانيه. انت بتتذكري شو عمل فيكي ديب اروهي؟ ما لازم تنسي هالشي. ديب اكيد رح يرجع يخونك بنفس الطريقه وبكل بساطه. انتبهي على حالك منه. انت ثقتك بديب عمي وما عم تقدري انك تشوفي اي شيء تاني عم يعمله. ديب هو السيد اكس، هالخدع اكيد هو اللي عم يعملها. انت بتعرفي لديب. بس فهميني هلا، انت ليش مصدومه هالقد؟ المفروض تنصدمي اذا كنتي بمشكله وما قدرت اجي لحتى ساعدك وانقذك منها. ما عم صدق شو اللي عم بيصير معي. عقلي عم يقول انه ديب هو السيد اكس، بس قلبي عم يقلي انه هالشي كذبه وديب مستحيل يكون السيد اكس.
هو أكيد ما رح يخوني مرة تانية. يا قدير شو لازم أعمل؟ بمين لازم أوثق؟ بمين؟ اسمعيني منيح، أنت ما كان لازم تعمل هيك وتقوصي ديب. أنت بتعرفي إنه هو لسه لهلأ ما صحي. شو كان لازم أعمل؟ مهمتنا كانت إنه نحن نقدر نمسك السيد إكس، وجتنا فرصة ممتازة لنعمل هالشي. وبكل الأحوال أنت قدرتي تعرفي أي شي؟ قدرتي تشوفي العلامة الموجودة على رقبة ديب؟ بلكي كان ديب هو السيد إكس. ليكي أنا قلت لك شي من قبل ورح أرجع أقول لك يا مرة تانية، ديب مستحيل يكون السيد إكس. إمتى رح تفهمي هالشي؟ مستحيل يعمل هاللعبة البشعة، وخصوصي إنه حياة أمه بخطر. يا قدير أنا دائماً كنت أطلع غلطانة وأنغدر وقت اللي كنت أوثق بديب، لهيك بترجاك لتخلي ثقتي تنكسر هالمرة كمان. ديب هلأ نايم والوقت مناسب لحتى أتأكد من العلامة الموجودة على رقبته، ووقتها بشوف بعيوني إنه العلامة مو موجودة على رقبة ديب. ديب أنت رجعت صحيت؟ على مهلك شوي شوي، كيف حاسس حالك هلأ؟ دكتور قالنا بس ترجع تصحى لازم نعطيك كل الأدوية بانتظام. ديب لازم ترتاح، أبي مانو كمان نصاب اليوم، رايحة لحتى أعطيه أدويته. ماشي. ما قدرت أتأكد وشوف العلامة اللي على رقبة ديب، هلأ رح روح جرب وأتأكد من العلامة الموجودة على رقبة أبي مانو، لأني متأكدة إني رح شوف العلامة على رقبته، لأنه أبي مانو هو السيد إكس. أبي مانو طمني أنت منيح؟ لقيت كتير وقت ما رديت علي. أنا منيح جورما، لا تخافي علي، بس هلأ ديب ما رح يضل عايش كتير. أنا بدلت أدويته يا جورما، وعن قريب رح ياخد الدواء ورح يموت فورا ونخلص من كل شيء. غير الدواء تبع ديب؟ لا لا، مو ممكن يصير هالشي. ديب في ديب، فتح عيونك ديب، في بترجاك، عم تسمعني ديب؟ وين الأدوية؟ أدويتك وين؟ هدول؟ أخذت منهم شي؟ لا يا أروهي، أنا ما أخذت الأدوية، الوضع هلأ ما بيسمح أني قادر أمن وأوثق بأي حدا، لأنه ما بعرف مين هلأ ممكن يغدر فيني. ديب بفهم منك أنه أنت شاكك فيني؟ لا أروهي، أنا مالي شاكك فيكي أروهي، أنا هلأ شاكك بكل الناس اللي موجودين حوالينا. وعلى فكرة أنت كنتي شاكة فيني كمان، وعم تحاولي تشوفي العلامة على رقبتي، مو هيك حبيبتي؟ المحققة أنا شكيت فيكي من قبل، وكنت متأكدة أنك رح تخونيني، لهيك أنا بدلت كل الألماس والمصاري قبل ما توصل، وهلأ صرت بعرف منيح مين بيكون السيد إكس. خلاص بكفي، أنتوا تجاوزتوا كل الحدود، مين ما كان يكون السيد إكس نحن لازم نمسكه بأسرع وقت ممكن.
ما حدا بيقدر يضحك علي وياخذ المصاري مني. انا متاكد الوحيد اللي ممكن يعمل هالشي هو ديب ما غيره. انا متاكد من هالشي. اخي فرات انت عن جد معك حق، حتى انا كمان شاكه بديب، حاسه انه ديب هو السيد اكس وهو ورا كل شيء، وانه كمان عم يخدعنا ويضحك علينا كلنا. بس كيف رح نتاكد من هذا الشيء؟ صار سهل نمسك السيد اكس هلا، نحن عملنا خطه لنقدر نمسكه. انا واروهي ركبنا جهاز تتبع بشنطات المصاري، فهلا منشوف وين مكان الشنطه، وبعدها منروح على المكان ومنمسك السيد اكس. وانا متاكده انه السيد اكس رح يجي مشان ياخذ المصاري، لهيك اذا كان ديبو لحدا تاني انا متاكده انه رح نمسكه قريبا كتير. انا رح شوف اذا بقدر اعرف وين بيكون مكان الشنطه هلا. مو معقول موقع الشنطاي هو جوا البيت، هالشي بيعني انه هو موجود هون. شو؟ لازم نروح ونلحق الاشاره اللي جاي من الشنطاي. يلا امشوا امشوا من هي الجهه. الاشاره جاي من هالغرفه. هي غرفتك صح؟ انتي عم تخدعينا وعم تمثلي علينا وعامله حالك معنا وبصفنا. انتبهي على كلامك وبلا هالسخافه فرات، لا ترد على الحكي. لا يا تارا، يمكن يكون صح، لانك ممكن تعملي اي شيء كرمال ديب لانك لسه بتحبيه، لهيك يمكن تكوني عم تتعاوني مع ديب لتغدري فينا. صدقوني عن جد ما بعرف ليش الاشاره طالعه من جوات الغرفه. لحظه، خلونا نفوت ومنشوف اذا الشنطه جوا، نتناقش بقصتك بعدين. ماشي. لقيت الشنطاي بخزانتي؟ ليش انتفضوا؟ شو صار؟ كيف ممكن ينطفي الضوء هيك فجأة؟ الشنطاي، الشنطاي وين اختفت؟ وين راحت؟ مو معقول. أنا هلأ رح حاول إلحق إشارة الشنطة مرة تانية. الجهاز ما عم يشتغل، انقطعت الإشارة. شو؟ ليش هيك؟ صارت الشنطاية معي أنا، وأكيد هلأ السيد إكس رح يجي مشان يدور عليها حتى ياخد كل الألماس والمصاري، وهيك رح نبلش نتسلى السلاي الحقيقي. بيقدر يسرق هالمصاري مني. أخي فرات. تارا، شو يلي صار معك؟ عادي، كيف صار معك هيك؟ كنت ماشية بالممر وفي حد هجم علي وضربني. أنا كتير موجوعة أخي فرات، بترجاك ساعدني، بدي مي. بس ثواني انتظري هون، رح أروح أجيب لك مي. تارا، وين راحت تارا؟ تارا، تارا، لوين راحت؟
لا مو معقول. الشنتاي بأمان. بس ثواني انتظري هون، رح اروح وجيب لك مي. هاتي اعطيني الشنطة. يلا. شكرا لك. للأسف ما حدا ابدا رح يقدر ياخذ هالشنتاية مني. هاتيها. يلا اعطيني الشنتاية. أنا اللاعب الأقوى هون وما حدا منكم رح يقدر يضحك علي. كل هالمصاري إلي أنا، إلي وحدي لفيرات. هدول وراء بس؟ هدول وراء مزيفة؟ الظاهر إنه في حدا تاني عم يلعب معنا، وهو الأقوى مني ومنك، وكان بيعرف الخطة كلها من البداية، وكمان كان بيعرف كتير منيح إنه ثلاثتنا رح نحاول ناخد الشنتاية ونهرب، بس كل اللي عملناه كان ضياعة وقت، وهو ببساطة إجا أخد الشنتاية وهرب. مين ممكن يكون هالشخص؟ مين ممكن يكون يا ترى؟ مين ممكن يكون يعني؟ أروهي هي اللي خدعتنا وقدرت تاخد الشنتاي بكل ذكاء. أروهي؟ مرة تانية، مرة تانية أروهي عملتها وأنقذت حياة ديب. بس أنا رح أنظر وشوف لأيمت رح تضل عم تنقذ حياته، وقت رح ينكشف ماضي ديب وينكشف وشه الحقيقي قدام الكل. وقتها أروهي رح تندم على كل شي عم تعمله، ورح تصير تكره حتى أنه تقول اسمه. السر اللي خبيناه طول هالسنين لازم يجي الوقت وينكشف قدام أروهي وقدام الكل كمان. وبعد ما يصير هذا الشي رح تعرف أروهي شو هي حقيقة ديب البشعة. خلص وقف عندك، بكفيك ركض، وهلأ فيك تشيل هالقناع، وإلا ما رح أترك لك راس مشان تقدر تحط عليه القناع. شيل هالقناع يلا. هذا أنت اللي كنت عم تلعب هاللعبة طول الوقت؟ ايه يا روحي، أنا كان لازم ألعب هي اللعبة.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.